بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 14. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر في الآية السابقة استنكاره سبحانه وتعالى على الكفرة الذين كفروا بالله وقد خلقهم وأوجدهم من العدم، حيث قال سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ذكر في هذه الآية التي بعدها أيضا دليلا على ربوبيته واستحقاقه للعبادة، فكما أنه خلق البشر خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكما أنه خلقهم ورزقهم، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق لهم ما في الأرض لمصالحهم، خلقه لمصالحهم من أجل أن يستعينوا به على عبادة الله سبحانه وتعالى، لا من أجل أن يبطروا ويطغوا، وإنما من أجل أن يستعينوا بهذه الأرزاق وهذه المسخرات، أن يستعينوا بها على طاعة الله عز وجل. وفي هذه الآية ذكر قصة خلق السماوات والأرض، وهذا الحدث العظيم خلق السماوات والأرض ذكره الله في عدة مواضع. قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وهذا دليل آخر من أدلة ربوبيته واستحقاقه للعبادة، فهو الذي خلق البشر وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق ما بينهما، فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى لكل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ولا أحد يخلق مع الله جل وعلا. جميع العالم يتحداهم الله في أن يخلقوا ذبابا، قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع من بالمشرق والمغرب على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا خلقه بما فيهم الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل،
لن يستطيعوا أن يخلقوا شيئا، فهو الخلاق العليم سبحانه. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ذكر في هذه الآية قصة خلق السماوات والأرض، ثم ذكر قصة خلق آدم، ثم ذكر قصة ما جرى بين آدم والملائكة وما حصل من إبليس عند خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، ثم ذكر قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم ولا سيما مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع محمد صلى الله عليه وسلم. والقصص في القرآن، القصص في القرآن علم عظيم من علوم القرآن لما فيه من العبر والعظات والتنبيه، فإن الله سبحانه يسوق القصص في القرآن وينوعه من أجل التنبيه والاعتبار والعظة والاستدلال على قدرته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا القصص الذي يساق في القرآن في مواضع متعددة وينوع له سر عظيم، ليس مجرد حديث يتسلى به في المجالس أو حديث يكون مختلقا لا أصل له كما يفعل الفنانون من الأدباء ويسمون ما يفعلونه بالأدب أدب القصة، وهي قصة مختلقة لا أصل لها. القصص في القرآن حقيقة وليس هو مختلق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن أغراض القصص في القرآن ومن أهمها أولا الاستدلال على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. إذا قص علينا خلق السماوات والأرض وقص علينا خلق آدم وقص علينا أنباء الرسل، فإن ذلك يدل على قدرته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. وثانيا أن في قصص القرآن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له على الدعوة والاستمرار، لأنه إذا قص الله عليه أخبار الرسل السابقين مع أممهم وما جرى لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
يتسلى بذلك عما أصابه من أذى قومه ولا ييأس ولا يقنط. فإن الله سبحانه وتعالى يثبته بذلك، حيث يقول سبحانه وتعالى: ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبرة. يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبر غيره، وكذلك من أغراض القصص في القرآن الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات المعجزة له، حيث أنه أخبر عن أمور لم يشهدها ولم يحضرها، بل بينه وبينها آلاف السنين، مما يدل على أن هذا ليس من عنده، وإنما هو من عند الله جل وعلا. ففي هذا القصص الذي أنزله الله على هذا الرسول دليل على معجزته وصدقه صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وأنه لم يكن مدعيا للرسالة، وإنما هو مرسل من عند الله الذي أنزل عليه هذه الأخبار الماضية والمستقبلة، وهو لم يشهدها ولم يحضرها، وأيضا هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، حتى يقال أنه يقرأ في الكتب ويخبر عما قرأ، هو لا يقرأ عليه الصلاة والسلام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. يعرفون أنه أمي لأنه نشأ بينهم، وهم الذين ربوه وترعرع بينهم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فجأة جاء بهذا القرآن العظيم الذي أعجز البشرية وأعجز الجن والإنس، وفيه هذا القصص العظيم، مما يدل على معجزته صلى الله عليه وسلم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة في مكة وهو لا يقرأ ولا يكتب، وعلى رأس 40 جاءهم بهذا القرآن العظيم. من أين جاءه؟ ما جاءه إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أغراض القصة في القرآن تكذيب بني إسرائيل في تحريفاتهم وخرافاتهم التي ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم أحدثوا في التوراة والإنجيل من التغييرات والتبديلات والتحريفات ما روجوا به على الناس، وقالوا هذا من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهم يفترون الكذب على الله ويقولون هذا من عند الله، والذين ليس عندهم علم يقولون هؤلاء أهل الكتاب
وهؤلاء علماء فيقبلون منهم هذه التحريفات وهذه التغييرات. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالقرآن فضحهم وبين تحريفاتهم وبين تغييراتهم في كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كشف عوار اليهود والنصارى وبين لهم أن هذه التحريفات وهذه التغييرات ليست من عند الله عز وجل. وأن ادعاءهم أنها من عند الله كذب وزور. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هم يخفون هذا، لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم يخفون التوراة، يخفونها ولا يبينونها للناس إلا لقومهم، يخشون أن ينكشف ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحداهم، قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن ما تقولونه من عند الله ائتوا بأصل، أصل التوراة التي نزلت على موسى، ائتوا بالأصل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالغرض من القصص في القرآن هو فضح اليهود والنصارى فيما افتروه على الله وفيما غيروه من دينه عز وجل، حيث ادعت اليهود دعاوى وأنهم شعب الله المختار، وأنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني لهم أنهم يأخذون أموال الأميين ويأكلونها وهي حلال لهم، ليس علينا في الأميين سبيل، وإنما اليهود هم شعب الله المختار وما عداهم فهم خدم لليهود. فالله جل وعلا فضحهم في ذلك، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا من أعظم أغراض القصة في القرآن، أنها تبين كذب اليهود وافترائهم، وكذلك النصارى فيما افتروه. اليهود أيضا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهي وقت عبادتهم للعجل، ثم يخرجون من النار ويكونون في الجنة، ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا البرهان على ما تقولون إنه لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى. هذا من فضح اليهود. النصارى أيضا ادعوا إلهية المسيح وأنه ابن الله، الله جل وعلا فضحهم وأخزاه وبين أن الله جل وعلا لم يتخذ ولدا ولا يليق به ذلك، وأن عيسى عبد الله ورسوله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.
ومن شبههم في أن المسيح ابن الله أنه ليس له أب، وإنما هو من أم بواسطة نفخ الروح من جبريل عليه السلام في مريم، فوجد المسيح، قال الله له كن فيكون، والله على كل شيء قدير. الذي خلق آدم من غير أم ولا أب من باب أولى يقدر على أن يخلق المسيح بدون أب، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه من جملة أو من أهم أغراض القصص في القرآن الكريم. وبين أيدينا الآن هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض من المنافع من دواب وأشجار وأنهار وبحار ومنافع كثيرة، كلها خلقها الله لبني آدم، وما فيها من معادن، ما في الأرض من معادن مختلفة الأنواع، كل خلقه الله لبني آدم. خلق لكم ما في لكم، يعني من أجلكم ولمصلحتكم، ما في الأرض جميعا، فكل ما تتمتعون به من المآكل والمشارب والملابس والمراكب كله مما خلقه الله لكم في الأرض لمصالحكم. فهذا دليل على ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للشكر والعبادة، فكيف تعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وفي قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فكل ما خلقه الله في الأرض من المنافع فالأصل فيه الإباحة، إلا ما كان خبيثا، فإن الله جل وعلا ما كان خبيثا في نفسه كالميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله هذا خبيث، وكذلك سائر الخبائث كالمسكرات والمخدرات والمفترات كالدخان والقات وكل ما فيه خبث، فإن الله حرم الخبائث، قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل خبيث في نفسه هو حرام، وكذلك كل خبيث من جهة كسبه لا من جهة نفسه كالربا والقمار الذي هو الميسر والسرقة والغصب وأخذ أموال الناس بالباطل، هذا حرام لوصفه لا لنفسه، حرام لوصفه، لأن فيه ظلما وتعديا على الناس. وكذلك كل مضر، فهو حرام، كل ما فيه ضرر على النفس وعلى البدن وعلى العقل فإنه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكل ما فيه خطر وضرر فإنه حرام. وما عدا هذه الأنواع فهو حلال، ما عدا
الخبيث في نفسه أو الخبيث في وصفه وما عدا الضار فإنه حلال لبني آدم. خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفي الآية الأخرى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. في الآية الأخرى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، هذه ستة الأيام. وفي كل يوم من هذه الأيام خلق الله نوعا من هذه المخلوقات كما جاء تفصيل ذلك في الحديث. فهذه الستة مجملة في هذه الآية وأمثالها، وفي هذه الآية التي معنا لم يذكر الله المدة التي فيها خلق الأرض وخلق السماء، لم يذكر المدة، لكنه ذكرها في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. فالأرض وما عليها وما فيها من المنافع خلقت في أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. فإذا جمعت يومين خلق السماوات مع أربعة أيام لخلق الأرض وما فيها يكون المجموع ستة أيام. وقد فصلها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يعني ارتفع سبحانه وتعالى وعلى وخلق السماوات فسواهن يعني أكملهن، أكمل خلقهن مستويات ليس فيها نقص وليس فيها خلل بل هي مسوات من عند الله سبحانه وتعالى، أحكم خلقها وأتقن خلقها بقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. فهو سوى السماوات يعني أتقن خلقها، رفع سمكها فسواها سبع سماوات، سبع سماوات كما أن الأراضين سبع أراضين، وما فيها من العوالم كله خلقه الله في ستة أيام. هذا مما يدل على قدرته سبحانه وتعالى واستحقاقه للربوبية. هذه قصة خلق السماوات والأرض والمدة التي تم فيها ذلك. وهذا من أعظم قصص القرآن العظيم وما فيه من العبر والعظات. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلقه للسماوات والأرض وما فيهما يدل على علمه سبحانه وتعالى، على علمه المحيط بكل شيء وعلى قدرته التي لا يعجزها شيء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه للسماوات والأرض يدل على أمرين: أولا قدرته سبحانه وتعالى، والذي قدر على خلق السماوات والأرض
وهي أعظم المخلوقات قادر على أن يخلق ما دونها من باب أولى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذه الآية التي معنا: وهو بكل شيء عليم، الجمع بين استوائه إلى السماء واستوائه على العرش، الجمع بين ذلك وبين علمه ظاهر، فإنه مع استوائه وعلوه سبحانه على السماء وعلى العرش لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض، هو عالم ارتفع في مكان يخفى عليه ما تحته. الله جل وعلا عال على مخلوقاته، مستوى على عرشه، ولا يخفى عليه شيء من هذا الكون. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء، فما علوه على كل شيء هو عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم في السماء أو في الأرض، كما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. فمع علوه على المخلوقات علمه محيط بما في الأرض وما في السماء وما في البحار وما في المفاوز وما في الأنهار، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، مهما دق وخفي فإنه لا يخفى على الله. يعلم ما في صدور الناس وما توسوس به أنفسهم قبل أن يتكلموا وقبل أن يفعلوا، يعلم ما في أنفسنا وما في صدورنا، والله عليم بذات الصدور، وهو بكل شيء عليم. كل شيء، لا يستثنى شيء من علم الله سبحانه وتعالى، بل علمه محيط بكل شيء، وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو فوق مخلوقاته وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على عظمته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة والخوف منه ومن مراقبته، فإنك لا تخفى على الله في أي مكان كنت، ولو كنت وراء الجدران وراء الأستار، فإن الله جل وعلا يراك ويعلم ما في نفسك ويعلم ما تتحرك به، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فهذا مما يكسب العبد خشية لله عز وجل، وأن يراقب الله في أي مكان كان، ولا يقول: إني قد استترت بالحجب والجدران. إن استترت عن الخلق فإنك لا تستتر عن الخالق سبحانه وتعالى، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فراقب الله في أي مكان كنت. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة خلق آدم، ذكر قصة خلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الله جل وعلا أخبر الملائكة
أنه سيخلق بشرا من طين، أخبرهم بذلك قبل خلقه إياه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، أخبرهم سبحانه وتعالى، والملائكة لا يشكل عليهم ذلك لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير، لا يشكل عليهم أن الله يخلق بشرا من لحم ودم ينطق ويتحرك ويمشي، يخلقه من الطين الجامد، قدرة الله لا يعجزها شيء. وفي هذه الآية وإذ قال ربك يا محمد للملائكة، الملائكة جمع ملك، وهم عالم من عالم الغيب، خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، وخلقهم لتنفيذ أوامره في ملكوت السماوات والأرض، ووكل إليهم أعمالا يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فمنهم الموكل من الملائكة الموكل بالوحي والنزول بالوحي على الرسل، وهو الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون يرسلهم الله للأجنة في البطون ينفخون فيها الروح بأمره سبحانه ويكتبون ما قدره الله على الجنين، أربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم الموكل بحفظ بني آدم، بحفظ بني آدم مما يضرهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة، ملائكة يحيطون بالإنسان ما دام أن أجله لم يحضر فإنهم يكفون عنه الأذى، فإذا حضر الأجل تخلوا عنه، إذا حضر الأجل فإنهم يتخلون عنه وينفذ فيه قضاء الله وقدره. ومنهم الموكل بأعمال بني آدم ورصدها وكتابتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يصدر منك شيء إلا والملائكة تكتبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، واحد يكتب الحسنات وواحد يكتب السيئات، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ينزل ملائكة في صلاة ينزل ملائكة في صلاة الفجر، يحضرون صلاة الفجر ويستمرون مع بني آدم، ثم يرتفع الملائكة الذين كانوا معنا في الليل، ملائكة النهار تنزل في صلاة الفجر، وملائكة الليل تنزل في صلاة العصر، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، يستلم ملائكة النهار النهار، ويستلم ملائكة الليل الليل، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالملائكة عالم عظيم وأصناف كثيرة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، والإيمان بهم من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبيين. فالملائكة من جملة ما يجب الإيمان به، وهم عالم من عالم الغيب لا نراهم، ولكننا نؤمن بهم ونؤمن بما ذكر الله جل وعلا عنهم وذكره عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسلم لذلك ونصدق به. وإذ قال ربك للملائكة، وهم هذا العالم العظيم، إني جاعل، جاعل يعني في المستقبل، ما بعد صار، جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة. ما معنى الخليفة؟ من هم الخليفة؟ آدم وذريته، آدم وذريته، استعمرهم الله جل وعلا في الأرض، يعمرونها بالطاعة والعبادة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعمرونها أيضا في المصالح النافعة من زراعة وغير ذلك، زراعة وتجارة وصناعة وغير ذلك. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا، يفنى جيل منهم ويأتي بعده جيل إلى أن تقوم الساعة، كما قال جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فآدم وذريته خلائف، يخلف بعضهم بعضا في الأرض، يعمرون هذه الأرض بالأعمال الصالحة والجهاد والعبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعمرونها أيضا بعمل المصالح التي يستعينون بها على طاعة الله. جعل الله لهم فيها قرارا وأرزاقا، جعل لهم فيها قرارا، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، منها خلقناكم خلق آدم عليه السلام، وفيها نعيدكم في القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا من حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يجعل الأرض خالية ليس فيها عمار وليس فيها سكان، أو يجعل فيها من يفسد في الأرض ويعطل المصالح ويهلك الحرث والنسل. إني جاعل في الأرض خليفة. لما أخبر الله الملائكة بذلك استفهموا وسألوا الله جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ يعني هل هذا الخلق الذي تجعله في الأرض يفسد في الأرض ولا يصلح ويسفك الدماء؟ يسألون الله سبحانه وتعالى عن صفة هذه الخليفة التي ذكرها لهم، هل هو يصلح في الأرض ولا يفسد؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي والكفر ويسفك الدماء فيقتل النفوس البريئة بغير حق، أم ماذا سيكون صفة هذه الخليفة؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لأن الله خلق الملائكة لعبادته، ولا يقع من الملائكة معصية أبدا، الملائكة ما يقع منهم معصية إلا التسبيح والتهليل وطاعة الرب سبحانه وتعالى، يعبدون الله لا يفترون، يعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا لا يفترون من العبادة والتسبيح والتقديس لله عز وجل. فهم يقولون للرب سبحانه وتعالى: ألا نكفي نحن لعبادتك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
ألا نكفي نحن لعبادتك؟ قال الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم من حال هذا الخليفة وما يكون فيه من الخير والصلاح ما لا تعلمونه أنتم، لأن هذا الخليفة وهذه البشرية التي على وجه الأرض يكون فيها خير ويكون فيها شر، بلا شك يكون فيها خير ويكون فيها شر، لكن ما فيها من الخير يغلب على ما فيها من الشر. فلا يزال في هذه الخليفة الأنبياء والرسل والصالحون والعلماء والعباد، لا يزال في هذه الخليفة الخير، لا يزال فيها الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لا يزالون في هذه الخليقة البشرية إلى أن تقوم الساعة. لا تخلو الأرض من قائم لله سبحانه وتعالى بحقه من عبادة وأعمال صالحة، لا تخلو الأرض ولله الحمد. فالخير موجود في هذه البشرية، وما فيها من الشر هذا أمر عارض، هذا أمر عارض ويزول بإذن الله مع الجهاد ومع الدعوة إلى الله ومع نشر الخير، يزول أو يقل، هو لا يزول بالكلية لكنه يقل، فيكون من هؤلاء وإن كان فيهم أشرار لكن فيهم أخيار يطيعون الله جل وعلا ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذلك يتمثل في الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتمثل في أتباع الرسل وورثة الأنبياء من العلماء والمصلحين، ويتمثل في العباد الصالحين الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة. وبذلك تعمر الأرض وتصلح الأرض بإذن الله. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، ماذا يكون في هذه الخليفة من الخير الذي من أجله خلقهم الله سبحانه وتعالى. ثم هناك صفة أخرى وهي العلم، وعلم آدم الأسماء كلها، هذه صفة ما كانت الملائكة تعرفها في هذا المخلوق. الله جل وعلا أراد أن يظهر هذه الميزة للملائكة حتى تطمئن نفوسهم ويقنعوا بذلك، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: أجريت عملية قلب ونصحني الأطباء بعدم الحركة بتاتا، فكيف أصلي؟ نعم، من أجرى عملية قلب أو غيرها من العمليات، أو كان فيه مرض لا يستطيع معه أن يصلي قائما، فإنه يصلي على حسب حاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فيصلي على حسب استطاعته. هذا من جهة الصلاة. من جهة الطهارة، إن كان يستطيع الطهارة بالماء فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء، وإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء فإنه يتيمم. إذا كان المرض يمنعه من استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب بالصعيد الطيب،
ويصلي والحمد لله، والدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة امرأة أرضعتني؟ لا، ما يجوز لك تزوج من ابنة امرأة أرضعتك، لأنك تكون أخا للبنت من الرضاع، أرضعتك أمها، فلا يجوز لك أن تتزوج بها لأنها أختك من الرضاع. والله جل وعلا ذكر من جملة المحرمات، قال: وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. تقول السائلة بأنها امرأة متزوجة من رجل كبير في السن وهو لا يحسن الوضوء والصلاة، هل يجوز لها أن ترفع صوتها على زوجها لكي يحسن الوضوء والصلاة؟ إذا كان ما يسمع هي ترفع صوتها حتى تسمعه، أما إذا كان يسمع فلا حاجة إلى رفع الصوت، تكون بهدوء ويكون بصوت منخفض وترفق به، أما إذا كان إنه ما يسمع إلا برفع الصوت فإنها ترفع صوته في تنبيهه وتعليمه. نعم. يقول: إذا كنت مسافر وصليت المغرب في جماعة وانتقلت إلى جماعة أخرى لصلاة العشاء ولكنهم يصلون المغرب، فماذا أفعل وأنا أريد أن أصلي العشاء قصرا؟ صلي وحدك. إذا صليت مع الجماعة المغرب ولم تجد أناسا يقصرون الصلاة فصلي وحدك العشاء ركعتين. نعم. يقول: أأتي لأأخذ والدتي من الحرم من أماكن النساء، وأحيانا تقع عيني على امرأة بدون قصد أو قد ألامس جسد امرأة بدون قصد، فما هو الحكم؟ هل علي إثم في ذلك؟ ليس عليك إثم فيما لا تقصده، قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الفجأة: فإنما لك الأولى، يعني النظرة الأولى التي وقعت من غير قصد، وليست لك الثانية. نعم. يقول: أعاني من قلة الخشوع في الصلاة، أحاول باستمرار أن أخشع لكن دون فائدة، فما حكم صلاتي وبماذا توجهونني؟ صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة إذا أديتها على الوجه المطلوب بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صلاة صحيحة، لكن لا يكتب لك من الأجر إلا ما حضر فيه قلبك، ما حضر فيه قلبك. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع روح الصلاة وحضور القلب، فعليك أن تقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاتك. والخشوع له أسباب، أحدها أن لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر مشغول البال، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الصلاة والإنسان مشغول البال بسبب حضرة طعام يشتهيه، قال: لا صلاة بحضرة طعام، وقال: إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو قد أخذ حظه من الطعام حتى يدخل إلى الصلاة وهو مقبل عليها. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، فلا يجوز للإنسان يدخل في الصلاة أو يكره له أنه يدخل في الصلاة وهو مشغول بأحد الخبثين، بل عليه أن يتفرغ من ذلك الخبث، يتبول أو يتغوط ثم يتوضأ، يستنجي ثم يتوضأ ويصلي. أما أن يدخل الصلاة وهو يدافعه الأخبثان فإن هذا يشوش عليه صلاته،
كذلك يصلي في مكان مناسب، ما يصلي في مكان يزعجه بالأصوات أو المكان فيه شوك أو حصى أو المكان شديد البرودة أو شديد الحرارة، يصلي في مكان معتدل وفي مكان يرتاح فيه من أجل أن يخشع في صلاته. ومن أعظم ما يجلب الخشوع في الصلاة تدبر القرآن الذي تتلوه في الصلاة أو تسمعه من الإمام، أقبل عليه وتدبره، فإن ذلك يكسبك الخشوع لله عز وجل. نعم. يقول: أسافر إلى بعض الدول لغرض التجارة وهي مصدر رزقي، وعندما أريد الأخروج بالبضاعة يعرقلونني ويرغمونني على دفع مبلغ من المال، وإلا يقوموا بإرجاع هذه البضاعة، فهل المبلغ الذي دفعته للجمارك يعتبر رشوة، علما بأن البضاعة غير ممنوعة؟ أولا قبل الجواب، مسكين هذا ما في شرطي أو شرطة يأخذونه يروحون بالمستشفى ولا مكان، شغلنا هذا وشغل الحاضرين، ما في أحد من الشرطة والجنود جميل. نعم، اقرأ السؤال. يقول السائل: أسافر إلى بعض الدول لغرض التجارة وهي مصدر رزقي، وعندما أريد الخروج بالبضاعة يعرقلوني الجمارك ويرغموني على دفع مبلغ من المال، وإلا يقوموا بإرجاعي، فهل المبلغ الذي أدفعه للجمارك يعتبر رشوة، علما بأن البضاعة غير ممنوعة؟ إذا كانوا يمنعونك من تجاوزك بمالك وجلبه إلى البلد الأخرى، تدفع لهم ما يطلبون، تدفع لهم ما يطلبون، ويكون الإثم عليهم هم، أما أنت فإنك تدفع الظلم عن نفسك. نعم. يقول: أنا متزوج وأرغب الزواج من امرأة أخرى، وحالتي المادية تسمح لي بذلك ولله الحمد. وليست هذه رشوة، هذه ضريبة، ما هي رشوة، هذه ضريبة أنت تدفعها تخلصا من الظلم. نعم. يقول: أنا متزوج وأرغب الزواج من امرأة أخرى، وحالتي المادية ميسورة ولله الحمد، ولكن في بلدي قانون لا يتم الزواج إلا بموافقة الزوجة الأولى، وقد تزوجت من دولة أو من بلاد أخرى، فهل الزواج صحيح وهل علي إثم في ذلك؟ إذا كان الزواج قد توفرت شروطه وأركانه هو زواج صحيح، ولو لم ترضى زوجتك، فإن الله جل وعلا أباح تعدد الزوجات لمن يقوم بالعدل ولم يربط ذلك برضا الزوجة ولا برضا أحد، قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلا يرجع في هذا إلى أحد ما دام أنك تقدر على العدل، وهو المساواة بين الزوجات في الإنفاق والسكن والكسوة والمبيت، إذا قمت بهذا هذا هو العدل، ويباح لك أن تتزوج أو يستحب لك عند بعض العلماء أن تتزوج بثانية وثالثة ورابعة، ولا تأخذ رأي الزوجة ولا رأي أحد. نعم. يقول: من هم السلف وما منهجهم، وكيف أسلك في هذا العصر الذي كثرت فيه الفرق والفتن، وكيف أكون من السلف؟ السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني.